مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. في فيديو اليوم راح احكي لكم قصة بنت عاشت في جزيرة لحالها لمدة 18 سنة. فايش هذه القصة وايش السبب اللي خلى هذه البنت تعيش كل هذه الفترة لحالها وما في احد سأل عنها؟ فخلونا يلا نبدأ الفيديو. بطلة قصتنا لليوم هي خوانا ماريا. خوانا ماريا هي أحد أفراد قبيلة نيكولينو. هذه القبيلة تعيش في جزر سان فرانسيسكو قريبة من شواطئ كاليفورنيا من 10,000 سنة، وكمان بيعتقدوا أنه هذه القبيلة هم أحفاد حضارة الأستك. عاشوا أفراد هذه الجزيرة في أمان واستقرار وكل أمورهم تمام، وكانوا بيعتمدوا في نظامهم الغذائي على ما يصطادونه من الأسماك وكمان من كلاب البحر. ولكن دوام الحال من المحال، ما استمر الحال كثير بسبب اكتشاف تجار الفراء الروس وصيادين ثعالب الماء وجودهم، فاشتبكوا معاهم، والسبب انهم قالوا عليهم انهم هم قتلوا احد الصيادين، وقامت بينهم مجازر جدا طاحنة من سنة 1811 الى سنة 1814. ذبحوا رجالهم واغتصبوا نسائهم. هذا الشيء اللي خلى اصحاب هذه القبيلة انهم حابين يهاجروا ويخرجوا من هذه القبيلة، لانه تقلصت اعدادهم من 300 شخص إلى 30 شخص فقط. وبعد هذه المجازر اللي صارت، عرف الرهبان الفرنسيسكان باللي صار لهذه القبيلة. فبعدين قرر مجلس الكنيسة الكاثوليكية إنهم ينقلوا الأشخاص الباقيين من القبيلة إلى مدينة سانت بربرا اللي بيعيشوا فيها بعثة الرهبان الفرنسيسكان. في نوفمبر سنة 1835 تم عملية الإجلاء، وفعلا تمت الأمور كلها تمام. في البداية نزلوا الجنود على أساس يرتبوهم علشان يطلعوا أول حاجة في القوارب لحد ما تجي السفينة الكبيرة وينقلوهم لها. المهم رتبوهم وكل الأمور تمام زي ما قلت لكم. بعدين أول ما لمحوا السكان إنه وصلت السفينة اللي راح تاخذهم إلى سانت باربرا، هنا صارت الفوضى، فكل واحد حابب ينقذ حياته وحابب إنه ينفذ بجلده ويخرج من هذه الجزيرة. فنرجع الآن لخوانا ماريا. خوانا طلعت للقارب اللي راح يقلها للسفينة، ولكن اكتشفت انه اخوها مو موجود معاها في نفس القارب، فهنا قفزت من القارب ورجعت للجزيرة علشان تدور على اخوها. فكان في هذاك الوقت البحر مو مستقر، فكان في اي لحظة ممكن يجي اعصار، فالقبطان تبع السفينة ابحر بالسفينة بسرعة، ونسيوا اخوانا ماريا في الجزيرة لحالها لانه ما حد انتبه لعدم وجودها بسبب الفوضى اللي صارت. تم اجلاء كل افراد هذه القبيلة الى مدينة سانت باربرا، وهناك تم توزيعهم في مخيمات. اللي صار هنا انه اقاربها واهلها لسانت ماريا عرفوا انه هي مو موجودة معهم، يعني ما لاقوها، يعني قالوا أكيد هي انفقدت أو نسيناها في الجزيرة. قاموا كلموا المترجم تبعهم على أساس إنه هو يكلم لهم السلطات المسؤولة علشان يروحوا للجزيرة ويبحثوا على بنتهم المفقودة. فعلا عدة مرات كلموا الجهات المختصة بإنها ترجع لهم بنتهم وإنها تروح تبحث عنها، فما حد قبل إنه يروح للجزيرة. أهملوهم وطنشوا الموضوع، ومرت الأيام ومرت السنين، وهذه القبيلة كلهم ماتوا، والسبب أنه انتشرت بينهم الأمراض بسبب نقص مناعتهم، لأنهم كانوا في طبيعة معينة وفي بيئة معينة وبيأكلوا أكل معين، فانتقلوا إلى مدينة أكل مختلف وحياة مختلفة وكل حاجة كانت غريبة عليهم، فضعفت مناعتهم، وهذا الشيء اللي سبب بقتلهم كلهم. مرت الأيام مرت السنين، وأخوانا ماريا انتست في الجزيرة، فما حد صار يذكرها، لحد ما جاء في يوم من الأيام الأب خوسيه جوزيلينز روبيو كان يحاول إنه يتخلص من الأوراق القديمة اللي في المكتب علشان يصفي المكتبة. المهم فهو يتخلص من الأوراق ويحرقها ويرميها، لمح ورقة موجودة عن فقدان وضياع بنت من أحد أفراد القبيلة في الجزيرة. هنا الأب اندهل، ايش اللي حصل؟ ايش ما جت معاهم؟ ليش ما ركبت السفينة؟ وشغلت البنت كثير باله، فحب انه يعرف ايه اللي حصل لها، كيف عاشت، كيف كده. فهو احتمالين، يا انها عايشة يا انها ميتة. فعلشان كده جمع الاب مبلغ من المال. طبعا البنت جلست في راسه وما طلعت لانه مستعجب، 18 سنة وما في احد سأل على البنت، وخاصة انه افراد قبيلتها كلهم ماتوا. المهم هذا الاب جمع المبلغ من المال وقدره 200 دولار، أعطى الفلوس هذه لواحد من البحاري علشان يروح لهذه الجزيرة ويروح يبحث عن البنت. وطبعا هذا الرجال ما كذب خبر وراح للجزيرة.
راح يدور عليها. فلما راح لهذا البحر لهذه الجزيرة لاحظ انه في خطوات لأقدام انسان في الشاطئ على هذه الجزيرة، وكمان لقى فيها لحم مقدد مجفف، لقى بعض الأغراض السكاكين، أشياء كذا معروفة انه الانسان هو اللي صنعها. فراح بحث عنها وما لقى لها أي أثر، فرجع للمدينة وراح مرة ثانية وكمان ما لقى لهاش أي أثر، وراح للمرة الثالثة، وهذه المرة أخذ معاه صاحبه. أول ما راحوا لهناك لاقوا خوانة ماريا هي اللي استقبلتهم، فهم انذهلوا من اللي شافوه منها. لقوا أخوانا في هذه الجزيرة وصارت بعمر الأربعينات، وكانت جدا شخصية لطيفة ومبتسمة وكذا نشيطة وفيها نشاط وحيوية وتفاؤل وإيجابية، فعلشان كذا استغربوا منها حتى هيئة ملابسها. طبعا كانت هي امرأة قصيرة ممتلئة الجسم، وكانت تلبس تنورة مصنوعة من ريش البجع، استقبلتهم في كوخها اللي مصنوع من عظام الحيتان، وكمان كانت في الأوقات اللي بيجي فيها رياح شديدة كانت تتخبى في كوخ من أكواخ الجزيرة، ضيفتهم وجلسوا معاها، قالوا لها إيش رأيك ناخذك معانا إلى المدينة إلى سانت باربرا. وافقت، لملمت أغراضها وأخذوها إلى سانت باربرا في ولاية كاليفورنيا، وخلوا اللي مسؤول عليها هو جورج بيل وزوجته رامونا. لست في هذه الجزيرة لمدة 18 سنة، يعني هي مو عارفة إيش حصل من تطور ولا عاصرت أي حاجة من التطور اللي وصلوا له بهذاك الوقت. بعد ما أخذوها يعتنوا فيها غيروا لها ملابسها، فشافت التطور في الملابس، شافت التطور في الحياة، شافت كل حاجة مطورة، حتى الأكل شافته مختلف جدا عن أكلها، لأنها هي متعودة على الأسماك، وهنا شافت الحبوب والفواكه. هذيك الفترة أول ما راحت للمدينة أعجبت بحاجة اسمها خمور، فكانت جدا مدمنة على الخمور، فكانوا الناس يجوا، كان هذول أخوانا ماريا، وفعلا هي كانت تستقبل الضيوف بابتسامة حلوة، وكانت تستقبلهم وترقص معاهم، وكانت يعني ما في أسعد منها على وجه الأرض. ولكن للأسف الحلو ما يكمل، ما قدر أي أحد إنه يتواصل مع أخوانا ماريا. ليش؟ لأنه هي لهجتها مختلفة، وأفراد قبيلتها كانت اللهجة تبعهم مش متداولة، لهجتهم خاصة في قبيلتهم، فما في كان أحد يقدر إنه يترجم إيش هي بتقول، ولا أحد عارف إيش هي قصتها من الأساس. ولكن بعدين سووا بحوث علشان يعرفوا إيش قصتها. المهم كان الكل بيتواصل معها عبر الإشارات، ولكن للأسف ما حد أبدا عرف لهجتها ولا عرف يتحاور معها بلغتها ولا بلهجتها، فكانت هي بترد عليهم بلهجتها وهم بيردوا عليهم بلهجتهم. مشت الأيام بسبب تغير الأكل والبيئة والمناخ ومحيطها كامل، فما قدرت وضعفت مناعتها نفس ما صار مع قبيلتها. أو بسبب مرضها قام أحد القسيسين الكنيسة بتعميدها باسم خوانا ماريا، مع العلم انه هي اسمها مو خوانا ماريا، لانه ما حد عرف يتواصل معها، فما حد عرف ايش هو اسمها الحقيقي. فماتت ماريا في 19 اكتوبر سنة 1853، في نفس السنة اللي هي جات فيها للمدينة. ما عاشت خوانا في هذه المدينة غير 7 أشهر فقط، وبعدها توفت، ولكن بقت لهم بعض الأشياء وبعض الأغراض اللي هي صنعتها وهي في الجزيرة، وكانت هذه الأشياء اللي هي مشت فيهم حالها، عبارة عن ثوب مصنوع من الريش، وكمان بعض الأدوات الحادة. هذول كلهم الأغراض حطوهم في المتحف في كاليفورنيا، ولكن فقدت كل أغراضها بسبب زلزال ضرب سان فرانسيسكو سنة 1906. بسبب شجاعة وقوة هذه البنت قاموا نصبوا لها مثال تذكاري في سانت باربرا في كاليفورنيا، فصار كل من يجي لهذا المكان يتذكر خوانا ماريا. عام 1960 تم كتابة رواية اسمها Island of the Blue Dolphin، جزيرة الدلافين، وفي عام 1964 تم تحويل هذه الرواية إلى فيلم سينمائي، وانتشر كثير هذا الفيلم والناس حبته. هذه كانت قصة خوانا ماريا. يعني ايش رايكم في هذه القصة؟ راح تقدروا تتحملوا 18 سنة جالسين بجزيرة لحالكم بدون ولا اي وسائل تطور ولا اي وسائل، يعني خلاص، يعني حتى اهلكم اللي كنتم متعودين عليهم راحوا تركوكم. انا عن نفسي غير يوم واحد يومين بكثير يعني راح يطير علي. بس ولو كانت هذه قصتنا، إن شاء الله تكون القصة عجبتكم، وأنا أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.